انا خريج قدامك جامع. انا خريج تربيه لغه عربيه. يا سنة 2017 ولهذا اليوم؟ ولهذا اليوم والله من 2017 اي من سنة 2024 اي ما لقيت تعيين؟ ماكو. انا اودي مسواق، اودي اللحم للمطاعم، للخضره اودي في السوق. ابو تاكسي يعني؟ اي تقريبا. مثل خلينا نقول شلون المندوب؟ مندوب. مندوب اي. صار لك ايش قد على هالشغله؟ 3 سنين. هالشغله؟ اي. ما لقيت لا تعيين؟ انا خريج قدامك جامع. انا خريج تربيه لغه عربيه. يا سنة 2017 ولهذا اليوم؟ ولهذا اليوم والله من 2017 اي من سنة 2024 اي ما لقيت تعيين؟ ماكو. ماكو تعيين بواسطات وعمك وخالك ومن ما لقيت اي تعيين والله. بس هواي ناس تعينوا بهاي السنين بدون واسطات. والله انا الف فايل قدمته وماكو. ماكو اي تعيين. والله العظيم. شو السوى هاي؟ الحمد لله. شلون بغداد جديده صراحه؟ لا خير زينه. خدماتها كلها زينه؟ زينه مو كلها، ماكو شيء كله زين. يعني بغداد يعني نقول وسط. وسط؟ اي وسط زين. السوق شلون؟ والله السوق هذا ماكو سوق، تعبان. هاي صار فتره هاي محرم كله تعبان سوق، ماكو شغل. ركود؟ ركود اي. ركود شنو سبب الركود هذا؟ والله هو ماكو شغل هذا من بدايه محرم لحد هسه ما تعرف شنو السبب. شنو السبب ما تعرف. الله يرزقك. الله يحفظك. الله يرزقك. استاذ حبيبي الله يخليك.